البروتوكول يعني مجموعة من القواعد والأنظمة المتعلقة بإجراءات معينة، مثلاً بمقابلة الملوك والشخصيات الدولية لازم يلتزموا ببروتوكول ويطبقوه أثناء اللقاء. يعني بيكون الشخص ملزم بأصول الاتيكيت، قواعد اللياقة، المجاملة بالعمل السياسي. مثلاً ما في شخص دبلوماسي بيجي على اجتماع، خلينا نقول مثلاً بأمريكا، لابس جينز أو كاجوال، لازم يكون لابس لباس بليق بالمكان حسب البروتوكول، مثل الوصول على الموعد كمان، مثل اتيكيت المصافحة، وضع الموبايل صامت، عدم مقاطعة الآخرين أثناء الكلام. ومن بروتوكولات الجلوس بهيك لقاءات حسب الدول، بعض الدول انه تلف رجل على رجل موضوع طبيعي، بعض الدول بتعتبر انه غير لائق او انتقاص من المسؤول او الحدا المدعو لما بيقعد رجل على رجل. لما بيصير اي مخالفه للبروتوكول بتلاقي الصحف ثاني يوم نشرت الحدث كحدا خالف البروتوكول اثناء اللقاء، مثل لقاء اوباما مع اردوغان. اوباما اثناء اللقاء لف رجل على رجل وبعدها اردوغان رد بنفس التصرف اللي عمله اوباما كونه خالف. انتشر هذا الفيديو ثاني يوم على المواقع انه اردوغان رد على اوباما اثناء مخالفته للبروتوكول. كمان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اللي كمان خالف، واثناء لقائه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حط رجله على الطاوله مثل ما عم نشوف الصوره. فيديو انتشر امبارح على السوشيال ميديا للقاء وزير الخارجيه الباكستاني مع السفير السعودي باسلام اباد نواف بن سعيد المالكي. الفيديو انتشر كون الجلسة المفروض يكون فيها بروتوكول معين، ولكن اللي لفت نظر الصحفيين والناس اللي شافوا الفيديو انه القعدة كان فيها انتقاص من الشخص المدعو. خلونا نشوف سوا الفيديو. من التعليقات اللي اجت على هذا الفيديو، تعليق من متعب اللي بيقول الوزير الباكستاني مخطئ بحق السعودية قبل السفير المالكي، وكان من المفترض انه المالكي يرفض هذا التصرف الغبي ويطلب منه ايقاف التصوير وتعديل جلسته. من لا يحترم لا يحترم، وحتى ان كان رئيسا للدولة. اما عماد فعم بيقول لا تنسوا ابدا موقف باكستان الحيادي من الحرب ضد ميليشيات الحوثيين الارهابية. اما بدر فعم بيقول الكل يحمل الباكستاني الخطأ، ولكني ارى ان خطأ سفيرنا اكبر انه لم يمثل هيبة بلاده كما يجب وكما ينبغي منه.